طلاب الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقي ولقاء جديد في مساق محاسبة مالية 2. إن شاء الله اليوم هنستكمل موضوع الوحدة الرابعة اللي هو جرد الأصول المتداولة. تناولنا فيها سابقا اللي هو جرد الأوراق المالية. إن شاء الله اليوم هنستكمل موضوعنا النقطة الثانية اللي هي جرد أوراق القبض. وحكينا أن المعالجة المحاسبية لأوراق القبض لا تختلف كثيرا عن المعالجة المحاسبية للأوراق المالية اللي درسناها سابقا، بس هي قضية احتساب قيمة مبلغ المخصص تبع خصم أوراق القبض هنشوفها الحين. طبعا احنا تناولنا الأوراق المالية وحكينا هي أسهم وسندات. أما الأوراق القبض المقصود فيها هي الأوراق التجارية الكمبيالات، تمام، وتسمى إما أن تسمى أوراق قبض أو أوراق دفع. إذا كانت التزام على الشركة تسمى أوراق دفع، تمام، يعني إذا أصدرتها الشركة مقابل الحصول على بضاعة، على خدمة، يعني اشترت بضاعة، اشترت خدمات معينة، تمام، بتتم، ومثلا ما حاش تدفع نقدا، تمام، وراحت كتبت كمبيالة على نفسها وسلمتها للشركة إنه في تاريخ محدد هتسلمهم المبلغ، هذه اسمها ورقة دفع. أما في حالة إذا الشركة نفسها هي اللي باعت بضاعة أو قدمت خدمات ومقابل ذلك حصلت على من الطرف الثاني، تمام، على الكمبيالة، تطلق ساعتها إن هذه بتكون ورقة قبض وهي حق وأصل للشركة. طيب، والمقصود بالجرد أوراق القبض قلنا هو حصر الأوراق، معرفة تواريخ استحقاقها، تمام، وبالتالي ولو إحنا بدنا نقدمها للبنك في تاريخ معين، تمام، قديش البنك بده يخصم مقابل هذه. وطبعا احنا عشان نوجد القيمة الحالية، ايش يعني القيمة الحالية لورقة القبض؟ القيمة الحالية لورقة القبض على افتراض ان انا عندي كمبيالة حصلت عليها من مؤسسة اكس واي، وهذه الكمبيالة اخذتها مقابل بضاعة بقيمة 10,000 دولار. على ان استحقاق هذه الكمبيالة، لنفترض احنا اليوم في 15/11، والله الكمبيالة هذه لسه تستحق في 15/1 كمان شهرين. طيب حاليا انا بجي بقول لو انا بدي اسيل هذه الكمبيالة، يعني لو بدي اسلمها للبنك مثلا، تمام، واحصل على مبلغها نقدي في تاريخ 15/11 قبل استحقاقها بشهرين، هو اداني اياها مثلا قبل 6 شهور، تمام، وضايل على استحقاقها شهرين، ورحت للبنك، البنك قال لي هذه الكمبيالة قيمتها 10,000، تمام، وهذه لسه ضايلة استحقاقها شهرين، بيروح بحسب قيمة الخصم هذا اللي انتوا شايفينه، تمام، بيروح بضرب الكمبيالة مثلا 10,000 ضرب معدل خصم البنك مثلا الفائدة 9%، هنشوفه طبعا عملي، انا بضرب مثال، تمام، 9% ضايل لها قديش شهرين، 60 على 360، تمام، بيحسب بيلاقي مثلا الخصم بيطلع 500 دولار. بيقول لك الكمبيالة هذه حاليا لو بدي اسيل لك اياها، تمام، بعد اتمام جميع الاجراءات الادارية لدى البنك، والله هذه الكمبيالة بتطلع بديك ثمنها 9,500 دولار. اصبح قيمتها الحالية قديش؟ هي قيمتها الاسمية 10,000، لكن القيمة الحالية 9,500. ليش؟ لانه 10,000 ناقص قيمة الخصم اللي هيخصمه البنك، تمام، 500 دولار، بتضل قيمتها الحالية، يعني هي فعليا في الوقت الحالي قبل استحقاقها بشهرين بتسوى بس 9,500 دولار. والمبلغ القيمة الحالية كلما اقترب موعد استحقاق ورقة القبض بيبدأ يزداد. طيب قيمة مبلغ الخصم كيف بنحسبه؟ قال لك القيمة الاسمية للورقة ضرب معدل الخصم السوقي او البنكي، عادي ممكن يجيك بلفظ المعدل، معدل الخصم الفعال السوقي البنكي في البنك، ضرب المدة المتبقية اللي هو مثلا شهرين 2 على 12، او ممكن تقول 60 على 360 الى اخره. طيب كيف بتم المعالجة المحاسبية لأوراق القبض؟ قال لك طبعا الورقة عليها قيمة اسمية اللي هي 10,000 دولار. قال لك إذا كانت القيمة الاسمية تساوي القيمة الحالية، يعني لو هي 10,000 دولار القيمة الاسمية وبدك تسيلها ب 10,000 دولار، قال لك يا دار ما دخلك شر، نفس القيمتين صفر، فيش فروقات،
وطبعا هان ما فيش فيها اكبر من، يعني معروفه يا 10,000 يا انزل، تمام؟ ما فيش فيها زي اوراق الماليه انك تقول والله القيمه السوقيه اعلى من القيمه الاسميه، لا 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 لا. في اوراق القبض معروفه، يا الورقه قيمتها 10,000 نفس القيمه الاسميه يا اقل. فقال لك اذا نفس القيمه يا دار ما دخلك شر. طب لو كانت اقل، كيف يعني اقل؟ يعني الورقه قيمتها الاسميه 10,000 والقيمه الحاليه 9,500. قال لك هان بده يظهر عندي مخصص اسمه مخصص خصم اوراق قبض، مخصص خصم اوراق قبض. وقال لك نفس ما انت عملت مع الاوراق الماليه في معالجه القيود هيظهر نفس الاشي. قلت له كيف يعني؟ قال لك يعني لما بدك تنشئه لاول مره هيكون من حساب الارباح والخسائر الى مخصص خصم اوراق قبض، تمام؟ عشان هيك انا قلت لكم ركزوا معي في الدرس الاولاني، اذا فهمتوه كويس مش هنتغلب بعد هيك. نفس المخصص تبع هبوط اوراق ماليه لما كنا ننشئه لاول مره، قال لك من حساب ارباح وخسائر، حساب مخصص هبوط اوراق ماليه نفس الشيء. قال لك هان من حساب ارباح وخسائر الى حساب المخصص اللي هو خصم اوراق قبض. ولنفترض ان احنا تمام بدنا نعمل مخصص بقيمه 500 دينار او 500 دولار. طب في مخصص سابق يا جماعه؟ قال لك لا والله هي اول تجربه لنا. اذا هيكون القيد من حساب ارباح وخسائر الى حساب مخصص خصم اوراق قبض. ونفس ما يتعلق بالميزانيه العموميه الى اخره، قال لك ان هي اوراق القبض تظهر في جانب الاصول زي الاوراق الماليه مطروحا منها قيمه المخصص. هنشوفه في العملي طبعا بصوره اكثر دقه. قال لي بلغ رصيد اوراق ماليه 4,000 دينار، هذا الكلام اشوف 31/12 وهذا اللي بيصير. كيف بيجي فكره المخصص؟ قال لك بيجوا بيطلق مبدا الحيطه والحذر اللي بيحكم هذه الامور. قال لك بنيجي في 31/12 بنشوف قديش عندنا اوراق ماليه، تمام، اوراق تجاريه عفوا اللي هي اوراق قبض، وبنحسب تمام قديش ضايل متوسط استحقاقها كم يوم. والله بنحسب بنضرب تمام بنطلع قديش قيمه الخصم لو بدنا نقدمها في التاريخ. بيجي بقول لك لو انا في 31/12 بدي اقدمها للبنك واصرفها، قديش بده يخصم علي البنك فرضا افتراضيا؟ فبقول له بنحسب المعادله تمام اللي هي، قال لي اوراق قبض 4,000 دينار تمام متوسط استحقاقها 120 يوم معدل خصم البنكي او السوقي 6%. قلت له والله يا صاحبي بدنا نحسب قديش المخصص، لو او مش المخصص قديش بدنا نحسب الخصم بشكل مبدئي. 4,000 ضرب 6% ضرب 120 على 360، قال لك 80 دينار. يعني هذه الاوراق لو انا في 31/12 رحت للبنك وقلت له سيل لي اياها، وافق البنك تمام هيسيل لي اياها عباره عن 3920 دينار، هيخصم عليا 80 دينار اللي هو خصم اوراق قبض. فقلت له ما دام هيك انا معرض لخساره محتمله 880 دينار، اذا بدي اكون فيها مخصص. يا احمد في مخصص سابق؟ قلت له لا. قال لي اذا من حساب ارباح وخسائر الى حساب مخصص خصم اوراق قبض 80 80، نفس فكره الاوراق الماليه بس اليه احتساب المخصص بتختلف في الاوراق الماليه عن الاوراق التجاريه اللي هي اوراق القبض. وبرحل القيد هي من هي الى حساب مخصص اوراق قبض، هي من حساب، وهذا الرصيد طبعا وين بروح؟ بيظهر في الميزانيه العموميه. ارباح وخسائر من حساب ارباح وخسائر الى حساب المخصص 80، وبيظهر عندي الميزانيه العموميه اوراق قبض مطروح منها قيمه المخصص، ولازم ان تكون صافي القيمه هي معادله هي مساويه للقيمه الحاليه للورقه في 31/12. طيب قال لي نفس الاوراق الماليه لو كان في مخصص سابق، قلنا لما ننشئ المخصص بننشئه بالكامل المبلغ بالكامل، لكن في حاله وجود مخصص سابق يتم الزياده او التخفيض بالفرق قديش الرصيد السابق وقديش الرصيد الجديد اللي انا بدي اياه. قال لي انت عندك اوراق قبض قيمتهم 3,000 دينار وفي لهم مخصص سابق 25 دينار. قال لي في 31/12 اذا عرفت انه قيمة الخصم 6% متوسط الاستحقاق 90 يوم، بقول 3,000 مخصص الخصم قديش المطلوب مني؟ بقول له 3,000 ضرب 6% ضرب 90 هذا بيطلع 45 دينار. بقول له يعني انا لازم يكون عندي مخصص بقيمة قديش؟ قال لي 45 دينار. قلت له طيب يلا نعمل القيد. قال لي استنى طلع في اشي قديم. قلت له والله في 25. قال لك اذا انت بحاجة
لا قديش عشان يصيروا 45؟ قلت له والله بحاجة بس ل 20. قال لي إذا بدك تزود المخصص بالفرق اللي هو 20 دينار من حساب أرباح وخسائر إلى حساب مخصص خصم أوراق قبض، تمام؟ 20 20، وبرحل هاي إلى حساب، طبعا اطلع هاي رصيد سابق 25 إلى حساب مخصص خصم أوراق قبض من حساب أرباح وخسائر 20، صار عندي 45. هاي ال 45 الرصيد اللي بده يظهر في الميزانية العمومية، أما الأرباح والخسائر فوقد إقفال، يعني من حساب أرباح وخسائر حساب المخصص 20. وهي الميزانية يجب أن يسجل عندي عشان يكون حلي صح، قيمة الإسمية للورقة مطروح منها قيمة المخصص اللي أنا لازم أعمله فعليا هو 45 مش 20. في طلبة بروح بغلط وبروح برحل لي ال20، لا يا عم، أنا بدي أرحل قيمة المخصص المطلوب مني اللي أنا حسبته في القاعدة هذه، تمام؟ أنا بدي لازم أحط المبلغ اللي بيظهر عندي هان مش اللي بيظهر عندي هان. ركزوا معي، اللي بيظهر هان في المخصص في معادلة الاحتساب. في طلاب بيغلط وبروح بحط لي ال20، لا انا بديش ال20، انا بدي ال45 قيمة المخصص اللي حسب القانون حسبته عملته، تمام؟ تمام. وفي النهاية بتطلع صافي قيمة الورقة هي نفسها القيمة الحالية تاعت الورقة في 31/12، يعني لو كان وداها على البنك وصرفها كان هيدي البنك 2955 دينار. طيب نيجي لمثال رقم 7. مثال رقم 7 بيقول لي عندك أوراق قبض بقيمة 5000 دينار وعليهم مخصص 90 دينار. قال لك إذا علمت إن المخصص المعدل الخصم السائد، شايفين الفعال السائد، ما قاليش البنكي هذه المرة ولا السوقي، قال لي السائد 9% ومتوسط الاستحقاق 60 يوم، باجي بحسب المخصص، يا مخصص 5000 قيمة اسمية ضرب فائدة 9% ضرب استحقاق 60 يوم بيطلع 75 دينار. ال75 دينار يا سادة يا كرام، باجي بتطلع في مخصص سابق قال لي اه والله في 90. طب انا بديش 90، انا بدي 75. قال لك اه يعني بدك ترجع لورا بدك تخفض. قلت له فعليا بدي اخفض. اذا قال لك بدك تعمل القيد العكسي اللي هو بدل من حساب ارباح وخسائر الى حساب المخصص، بدك تعكس من حساب المخصص الى حساب اوراق الى حساب ارباح وخسائر 15 15. خفضنا لان انا بديش 90 دينار، انا بدي 75. وبعديها بصور الحسابات، اي الرصيد السابق 90 اجانب بالعكس 15، بضل عندي رصيد يرحل للميزانية العمومية 75، تمام؟ الأرباح والخسائر القيد طبعا، وهي شايفين 5000 ناقص قديش 75 مش 15 ولا 25 اللي هو المخصص المطلوب اللي أنا حسبته حسب القانون. طيب مديني مثال 8. قال لي باعت بضاعة محلات الكرامة بضاعة، أو الشركة باعت لمحلات الكرامة بضاعة ب 10000 دينار بموجب كمبيالة تستحق في 31/1/2011، تمام؟ طيب يعني إلها ده استحقاقها شهرين. قال لي سجل قيود الإثبات، إعداد قيود التسوية والإقفال والميزانية العمومية. أنا أول ما بعتها قلت من حساب أوراق قبض إلى حساب المبيعات 10000 10000. باجي في 31/12، باجي في 31/12 بدي اشوف الكمبياله هذه قديش بتسوى، هاي قيمه الكمبياله او مخصصها، يعني قديش بده يطلع قيمه الخصم لو بدي اسيلها في الوقت هذا. 10000 ضرب 8 على 100 اللي هو معدل الخصم، قال لك هي بتستحق في 31/1. طب انت في 31/12 سرت اخر السنه، يعني ضايل استحقاقها قديش؟ شهر. 1/12 او 30 على 360 بيطلع لو بدك تسيلها بده ينقسم عليها 67 دينار. فهتعمل قيد من حساب، هو عملهم على نظام قيدين، هو احنا دمجناه في قيد واحد اللي هو من حساب الارباح والخسائر الى حساب مخصص خصم اوراق قبض. المصروف مع المصروف مدين مع مصروف دائم بيروحوا مع بعض، ادمج القيدين اللي هو تعودنا عليه. بدك تعمل مخصص من حساب ارباح وخسائر الى حساب مخصص خصم اوراق قبض، وبتظهر في الميزانية العمومية زي ما انتو شايفين. هيك بنكون انهينا موضوع جرد اوراق القبض، تمام؟ وبنيجي لجرد الذمم المدينة أو ما يعرف بجرد المدينون.
انا مش هطول عليكم، ازيد عليكم، هيك هيك بنكون خلصنا النقطه الثانيه. انجاد المدينون محاضره مطوله، فانا بدي ابداها من الاول للاخر ان شاء الله. يعطيكم العافيه.